أول مرة بجامعات الصعيد امبارح تم الإعلان عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد برنامج المسرح بكلية الآداب جامعة سوهاج، وهي بعدد الساعات أو بالكريدت أورز. ده يعني إيه وهيأثر على إيه؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذة بسنت، صباح الخير على جميع السادة المشاهدين من خلال قناتنا الرسمية للتلفزيون المصري في ظل الجمهورية الجديدة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وفي البداية طبعا بنبارك ليكم ولجامعة سوهاج، وحابين نعرف تفاصيل أكتر عن القرار وهل تم الاعتماد رسميا من جانب الوزارة. الحقيقة يعني جامعة سوهاج في ظل يعني التوجه للدولة المصرية ووزارة التعليم العالي باستحداث مجموعة من البرامج التعليمية المتميزة لكي تمد الخريج بمجموعة من المهارات التي تتواكب وتتسق مع احتياجات سوق العمل، سواء سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو العالمي، في ظل التحول الرقمي اللي تشهده الجمهورية الجديدة، وفي ظل المهارات المطلوبة لسوق العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة واللي واكبتها كثير من المتطلبات المطلوبة في الخريج. الحقيقة كثير من الوظائف هتختفي قريبا جدا، وكثير من الوظائف هيبقى مطلوبة ولازم نتسلح لها ببرامجنا التعليمية الحديثة في التعليم العالي ومنظومة التعليم العالي، وبرضه من خلال المنظومة اللي أطلقتها وزارة التعليم العالي لمبادرة ادرس في مصر. كان لازم علينا جميعا في كل الجامعات المصرية ان احنا نحدث من برامجنا ونستقبل برامج جديدة ذات مواصفات معينة تمد الخريج بمهارات ومعارف تجعله مطلوب في سوق العمل. وده كان توجهنا مش في البرنامج ده الاخير اللي حضرتك سالت عنه فقط، لكن في ال 17 برنامج اللي موجوده في جامعه سوهاج، منهم 11 برنامج في كليه الاداب، وبرنامج في كليه الصيدله، برنامج في كليه الهندسه، برنامج في كليه التكنولوجيا التعليم، برنامجين في كليه التجاره، وبرنامج في كليه التربيه. البرنامج اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو برنامج اعداد الخريج لفنون المسرح بصفه عامه. البرنامج ده بالساعات المعتمده بيجب هذا الخريج او خريج هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بثمان فصول دراسيه. يعني دكتور مصطفى معلش، يعني انا عاوز برضو استفسر عن حاجه هنا. حضرتك قلت برنامج اعداد الخريج لفنون المسرح ده بالساعات المعتمده، يعني انا افهم من كده ان ده بيعتبر ماده من ضمن المواد المسجله بنظام الساعات المعتمده؟ كل البرنامج بنظام الساعات المعتمده على مدى 8 فصول في 4 سنوات، الخريج بينتهي فيه بمنحه درجه الليسانس في فنون المسرح من كليه الاداب. بيتعلم فيها الطالب اثناء ال4 سنوات دول فنون الديكور في المسرح، فنون الاضاءه في المسرح، كتابه القصص المسرحي، كيفيه الوقوف على خشبه المسرح واكتساب مهارات التمثيل، كيفيه اعداد النص الموسيقي الذي يصاحب العرض المسرحي، كيفيه الاخراج المسرحي. كل دي مكونات المقررات الدراسيه اللي بيتعلمها الطالب على مدى 4 سنين في ال8 فصول دراسيه، لكي ينتهي به الامر بعد ال4 سنوات بالحصول على ليسانس الاداب في الفنون المسرحيه، برنامج خاص بالمصفوفات من داخل جامعه سوهاج. وده بيتواكب مع متطلبات سوق العمل. ده اول برنامج يبقى موجود على مستوى الصعيد، يمكن من بعد الجيزه لاسوان ما فيش اي جامعه فيها هذا البرنامج المتميز، وان شاء الله نقدر من خلاله ان احنا نعد ابنائنا الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج لكي يصبحوا قادرين على التمثيل على خشبه المسرح واجاد كل فنون المسرح، وليس فقط من خلال المسرح، ايضا في الفرق الاستعراضيه ممكن يلتحقوا بالعمل في محطات التلفزيون. يعني لديهم كثير من المهارات اللي تؤهلهم للعمل في كثير من المجالات المسرحيه والتلفزيونيه والاعلاميه. هايل يا فندم. طب اشرح لنا بقى وضع التنسيق ايه؟ يعني الناس امتى تقدر ان هي تقدم لو طبعا المجال مفتوح؟ احنا هنبدا هذا البرنامج طبعا لان احنا في منتصف العام الدراسي دلوقتي، هنبداه مع بدايه العام الدراسي 22/23، يعني شهر 9 القادم هنبدا ان احنا نقبل فيه طلاب سواء كانوا من الحاصلين على الثانويه العامه وملتحقين بكليه الاداب. بنعمل لهم تنسيق داخلي للمنافسه الالتحاق بال 11 برنامج المميزه اللي موجوده في كليه الاداب، ومن يرغب فيهم بيملى استماره الرغبات وبنقبله على طول في البرنامج. المحول من اي كليه نظيره اخرى لجامعه سوهاج وعايز يلتحق بالبرنامج، الراتبين في الكليات الاخرى، يعني لو كان دخل كليه الحقوق وما وفقش مثلا كليه التربيه وما وفقش وعايز يحول الى كليه الاداب، بنستقبله في هذا البرنامج فورا. ودي الشروط اللي موجوده في اللائحه اللي اعتمدت في القرار الوزاري لهذا البرنامج.
كل الشكر ليك دكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج على هذه المداخلة القيمة. يعني في الحقيقة خبر من الأخبار المفرحة، لأن فكرة التحول بقى مش تحول رقمي بس زي ما قال مصطفى دكتور مصطفى عفوا، لا فكرة كمان التحول للاعتماد على المهارات، فدي حاجة من الحاجات يعني اللي بتؤكد فكرة كل ما هو لديه مهارة هيلاقي له دور موجود في المجتمع.